تدريبية جماهيرية في موضوع منهجية كأس المصريين. دائما نهتم بموضوع أو بميدان التدريب التكوي نظرا لأهميته ونظرا صحفي بجريدة البديل السياسي الطارة مكون مجموعة من الملتقيات على الصعيد المحلي. كان مجموعة عندنا في السينما سواء باللغة الفرنسية ولا باللغة العربية أزيد من 50 مرجع في مجال ديال التصوير الفوتوغرافي. أنا ما في الدورة اللي كندير ما كنناقش أنايا مثلا مافوقاش بدا التصوير الفوتوغرافي سموه التصوير الضوئي ولا التصوير بالشمس ولا كذا، دخلوا في تاريخ العدسات فوقاش بدا والتاريخ ديالهم عبد الهيثم وكذا، ونجي في هذاك السرد ونفضيو هذاك القرار في المعاهد المتخصصه في التصوير الفوتوغرافي. ولكن الحاجه اللي غادي نحتاجوها هي الجانب العملي، اننا ناخذوا ونستافد منكم كذلك. واحد العدد من الاشخاص اللي عندهم في التصوير الفوتوغرافي كيعرفوا بعض الحوايج، وكل واحد الا عنده واحد الجانب كيتقنه، وفي الجانب ديال التصوير الفوتوغرافي هو واحد المجال ديال الابداع. انا من بين الحاجه اللي كان نهضر عليها في التصوير الفوتوغرافي، اول حاجه الانسان هو تكون عنده الرغبه، الا ما كانش عندك ذاك الرغبه ما كنتش شغوف بالمجال ديال التصوير الفوتوغرافي ما تقدرش تمشي فيه بعيد، وتكون عندك هذيك الرؤيه الفنيه لاي موضوع اللي كتصور. وهذا من بين الاخطاء اللي كنوقع فيه خصوصا الناس اللي خدام في مجال ديال الصحافه عندهم مجموعة ديال الأخطاء، وحتى هما ما كونوش راسهم وحاولوا أنهم يتكونوا، لأن التكوين هو الأساس. في الدورة التكوينية اللي كنديرو في الغالب كنشروهم مباشرة الصور، تعطي له واحد المجال حر خصو هو يصور، ومن ثم تقرا الصور ديالو، الطريقة ديال القراءة ديال الصور، هذه غادي نشوفوها كاين بعض المراجع لا تلقاوها في السيدي، كيفاش انا القراءة ديال الصورة، صورة فوتوغرافية مثلا شكون اللي ميزة هاد الصورة على هاد الصورة، شكون اللي كيعطي القيمة لهاد الصورة ماشي هاد الصورة، كاين مجموعة ديال الحوايج اللي كنحكمو فيها، ماشي غير في المنظرة الجمالية ولكن كاين مجموعة ديال القواعد هما اللي غادي نتعلمهم. الخطأ اللي كنكون عند المصورة عاوتاني هو كيخدي ناس في ذاك الوقت كانت هاد الكاميرا كانت هي يعني شي حاجة اللي آخر ما كانت في ذاك الوقت، وكان مصور وكنت نفرح من الوالد الدنيا سير جيب لاباري، دابا الوالد كيخدم هنا في مادور كيجيب شي جيب، يعني من تما بدا الاخر ديال الارتباط ديالي بالكاميرا. ايوا من ديك الوقيته كان عندي الحلم ديالي هو ما تكون عندي لا للفوق كنرجعوها كنمشيو للايماج لا وطعنا شي لايك هذا الاول. ايوا سير دابا الايماج هو هذا تاع الجسم هذا اختصار اختصار ديال الكلافي، الكلافي معروف في الفوتوشوب لا هي غتلقاو مثلا اختصار دوبليكات، ها هي الاولى الثانيه ما عطاش ولكن هو فيه الاختصار اللي فيه هو كنترول ها هي عندنا هنا كوبي جروب لا هي هذه كنترول ها هي كنترول بلس جي واحد معروف ان الادوات اللي عندكم هنا في قدامه دائما اختصارات كنقول لك شنو المختصر اذا درتي غير الكلافي كذا غادي نمشيو لهي ايماج راه كنخدموا على الصوره النسخه ما كنهضروش على الاصليه ياك غادي نبدوها ابيض بلاك اند وايت ولا كنديرو اوكي كنمشيو للمحل الادوات كناخذوا الادوات منها كنديروا الفكره هذيك البومه صافي كتختار الكوما كتختار الحجم ديالها وكتبقى تمحي مثلا تعزل في اللون وهذا كياخذ شويه ديال الوقت غير بلاتي عليك باش ما تخرجش الاطراف وكان واحد الطريقه اخرى كنديروها هو كيدير اوتوماتيك مثلا كان من هذاك الجدول اللي كيعطينا فيه العلوه هذاك معقد بزاف عاوتاني فيه يعني انا كنعطيكم لكم غير الطرق السهله تاخذوه شفتوا دابا نعم وطبيعي عندك راه كدير بحال دابا بحال هنايا شنو كدير بحال بانوراما كدير مثلا انت كتختار الحاجه اللي راه عندك تقريبا هذا من بين الحوايج اللي راه عندنا في اللي نصورو كذا هادو هما الجماليات اللي كنطفيو على راس الحاجه كامل هذاك الشيء مثلا كنت ندير غير هذوك العمايد ديالها خضراء كامله طالعه في هذا عبد الكريم